بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الخاطرة 28 بعد 104 من الخواطر السباعية لأستاذنا الدكتور صفا السباعي عليه من الله شهاديب الرحمة والرضوان، عنوانها أمران متلازمان. نصها قال: حيث يكون الماء تكون الخضرة، وحيث يكون الإيمان يكون العمل الصالح. وكيف يا وسيم؟ حيث يكون الإيمان تكون الخضرة. ليش؟ لأن الإيمان مثل المطر، المطر إذا نزل على أرض فإنها تخضر، يعني تنبت، يسقيها، يغذيها. وين؟ كذلك الإيمان. الإيمان أين أرض الإيمان؟ القلب. فتظهر الآثار على حياة هذا الإنسان. كيف تظهر حياة الآثار؟ الأعمال الصالحة. كيف إنسان مؤمن بالله ولا يصلي؟ كيف مؤمن بالله ولا يتواضع لخلق الله؟ كيف مؤمن بالله ولا مثلا يقبل يد والديه، يتواضع لوالديه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فدائما حيث يكون الماء تكون الخضرة، وحيث يكون الإيمان يكون العمل الصالح. في ماء، في اخضرار. تذهب في طريقك فتجد أرض مغفرة، وفي الطريق أيضا تمر على أرض خضراء. لماذا هذه الأرض خضراء؟ لأن فيها ماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك تجد إنسان يعمل العمل الصالح، يستيقظ قبل الفجر، يتواضع لوالديه، يبحث عن أعمال. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإغاثة الملهوف، ألا وإغاثة الملهوف، كان ثلاث مرات ألا وإغاثة الملهوف. طيب ليش هذا يبحث؟ لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. ينفق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله سبب الإيمان بالله. ما الذي يجعل الإنسان ينفق؟ الذي يجعله أنه يعلم أن هذا المال الذي أنفقه لا يضيع، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. واضح ابني؟ ما يضيع. أنا الله عز وجل يحفظ لي العمل الذي قمت به في حياتي أيا كان هذا العمل. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. فأنا عندما أعلم أن الله يدخر لي عملي فأعمل، ولو لم أجد من الناس شكرا ومدحا وثناء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يضيع أو لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا عامرة بالإيمان، وأن يجعل جوارحنا كأغصان الأشجار تثمر لكن بالأعمال الصالحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.